هنا قناة يو اي تي في الأوكرانية، وهذه حلقة جديدة من صحافة الأسبوع أقدمها لكم. أنا يامن خضور، وفي أبرز عناوينها: تصعيد وتوتير لأجواء أعقبت أعنف هجوم صاروخي يستهدف السعودية منذ بدء الحرب اليمنية، والإعلان عن انتهاء الوهابية بوصفها أداة غربية استخدمت يوما لوقف المد الشيوعي، وتداعيات أكبر عملية طرد دبلوماسي في التاريخ الحديث. إلى التفاصيل. ليلة الأحد الفائت، عشية الذكرى الثالثة للحرب في اليمن، أطلق الحوثيون أعنف ضربة صاروخية باليستية تشهدها السعودية حتى الآن. هكذا بدأ محلل الشؤون الدبلوماسية في شبكة CNN نيك روبرتسون مقاله، وتابع قائلا: سيكون من الصعب على التحالف الذي تقوده السعودية تجاهل هذا التصعيد، وتكمن الخطورة في انتقاء اللحظة التي كان فيها ولي العهد خارج البلاد في زيارة للولايات المتحدة. وبدلا من إخماد ألسنة اللهب والتفاوض، يصب الحوثيون الوقود على نار في أوج اشتعالها. ورغم إعلان قيادة التحالف العربي عن تصدي منظومة الدفاع الجوي السعودية للصواريخ البالستية السبعة، قالت مجلة نيوزويك أن مقاطع الفيديو الفضائحية أظهرت أن اثنين من الصواريخ، صواريخ الباتريوت أمريكية الصنع، فشلت ولم تنجح في التصدي للصواريخ اليمنية، كما انزلق أحدها في الاتجاه المعاكس وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وأشارت المجلة إلى أن فشل الباتريوت يمكن أن يغري جماعة أنصار الله لتوجيه مزيد من الضربات التي يمكن أن تهدد أمن السعودية. في السعودية نبقى، حيث كشف ولي العهد محمد بن سلمان لواشنطن بوست أن سيطرة المذهب الوهابي على البلاد والعمل على نشره طوال الفترة الماضية كان بطلب من الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، والهدف منه كان تنظيم الوهابية في محاربة الاتحاد السوفيتي. وفي رده على تهم الإرهاب، أجاب بن سلمان بأن جذور الاستثمار السعودي في المدارس والمساجد الدعوية الوهابية تعود لطلب الحلفاء من الرياض استخدام مواردها لمنع الاتحاد السوفيتي من التغلغل في الدول الإسلامية. واعتبر بن سلمان أن الحكومات السعودية المتعاقبة ضلت الطريق، وأنه يتوجب اليوم إعادة الأمور إلى نصابها. كل شيء تغير بعد أن تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، كتب إلياس كوسا في نوفايا فريميا، وعنون مقاله: الموضة والسياسة في المملكة العربية السعودية. فعلى الرغم من ترحيب المجتمع الدولي، فإن ردود الأفعال الشعبية المصاحبة للإعلان عن أسبوع الموضة كانت متناقضة، تسيطر عليها الصدمة التي أراد الأمير استخدامها علاجا وأسلوبا لزعزعة أسس البنية الاجتماعية الدينية المتشددة التي تشكلت في المملكة منذ منتصف القرن الثامن عشر. ولتحقيق هذه الغاية بدأ التغريب بالزحف صوب حياة المواطنين. إلى سوريا، قالت دوتشي فيلي ونقلت عن لسان وزير الدفاع الأمريكي قوله أن قوات رديفة للجيش السوري انتشرت الأسبوع الماضي شرق الفرات واقتربت إلى حد كبير من مواقع الجنود الأمريكيين. وأوضح الوزير أنه إثر مشاورات بين قائد الأركان الأمريكية ونظيره الروسي انسحبت هذه العناصر من المنطقة، وتراجع الأمريكيون أيضا بضعة كيلومترات، ومن الجيد أن الأمر قد حل هذه المرة عبر الهاتف. طهران تشكل درعا بشريا من العسكريين الروس، تحت العنوان أعلاه كتب إيغور سوبوتين في نيزافيسيما غازيتا عن تحذير بالغ الجدية من إسرائيل للكريملين. وجاء في المقال: يشتبه في أن إيران تعمد إلى نشر قواتها بالقرب من المواقع الروسية في سوريا تحت سدار تشييد المباني السكنية لتعزيز وجودها العسكري وتجنب الهجمات الإسرائيلية. صحيفة لوموند الفرنسية كشفت عن لقاء جرى بين رئيس المخابرات السورية علي مملوك ونظيره الإيطالي في روما خلال زيارة سرية جرت مطلع العام الحالي. وقالت الصحيفة أن الجنرال مملوك وصل إلى روما في طائرة خاصة وفرتها له السلطات الإيطالية. ولم تقتصر الزيارة بحسب لوموند على الجانب الأمني، بل استهدفت بالأساس فك العزلة السياسية عن دمشق والشروع في التطبيع معها من أجل تحويل انتصارها العسكري إلى نصر دبلوماسي. إذن من أحرق الشرق الأوسط؟ طرح هذا السؤال الباحث روبرت كابلن، وقدم رأيا حول مشكلة الدور الأمريكي.
فأمريكا تدخلت عسكريا في العراق في العام 2003 فاحترق العراق، ثم امتنعت عن التدخل في سوريا منذ العام 2011 فاحترقت سوريا. ما يشي أن خلف الحرائق الشرق أوسطية ما هو أعمق من الدور الأمريكي. ويعزو كابلان حرائق العراق وسوريا إلى حكم حزب البعث، فعلى عكس مصر وتونس تنقص العراق وسوريا هوية عزز حزب البعث فقدانها وبنى حكمه على دموية بشعة استوردها من الكتلة السوفيتية. يختم الكاتب قائلا أن من أحرق الشرق الأوسط هم أهله لا أمريكا، والحل يكمن في الحكمة اليونانية القائلة اعرف نفسك. تحت عنوان مرحبا بكم في إدارة ديك تشيني، نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا تحدثت فيه عن النظام الأمريكي الذي ينتج أمثال دونالد ترامب ومن يدور في فلكه، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في الأسماء التي تسيطر على توجهات البلاد، بل في النظام الذي فسح لهم المجال ومكنهم من مقاليد الحكم. وحثت المجلة الأمريكيين على الشروع بترميم ملاجئ القنابل بالتزامن مع صعود فريق الصقور الأمريكي الجديد الذي بات من المرجح أنه سينهي الاتفاق النووي مع إيران وسيشن حربا على كوريا الشمالية. ومن الأجدر بالنسبة للأمريكيين أن يفكروا في النظام الذي أنتج مثل هؤلاء الذين يدفعون بالبلاد نحو حروب كارثية ولا يعتذرون عما اقترفوه من أخطاء، ثم يواصلون الدفاع عن أخطائهم ويمنحون الفرصة مرة أخرى لتكرارها. ومع موجة طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من عدد من الدول الغربية، عنونت صحيفة مترو البريطانية الغرب يدير ظهره لروسيا. الصحيفة وصفت الحدث بأكبر عملية طرد دبلوماسية منذ نهاية الحرب الباردة. The Guardian عدتها خطوة حازمة وقالت إذا كان هدف الروس تقسيم وتخويف الغرب فإن أفعالهم قد انقلبت ضدهم. The Times قالت أن طرد الدبلوماسيين الروس سيشل عمليات تجميع المعلومات الاستخبارية الروسية في معظم بلدان أوروبا والغرب، لكن بوتين سيستغل هذه الأزمة لصالحه لأجل تعزيز خطابه القومي والشعبوي. نيويورك تايمز أشادت بما سمته العمل الصارم ضد روسيا وقالت أن هناك حاجة إلى المزيد. واشنطن بوست قالت أن طرد الروس خطوة أولى جيدة، لكنها خطوة أولى فقط، ولأنهم لا يمسون قاعدة السلطة الحقيقية في الكرملين فإنه على الأرجح لن يكترث بأمرهم. لن يتحمل أحد سلوك روسيا بعد الآن، كتب فلاديمير أوهريسكو. وأوكرانيا لم تطرد دبلوماسيين روس بل جواسيس، هم جواسيس يعملون تحت غطاء الدبلوماسية. وحقيقة أن العديد من الدول الغربية ذهبت في ذات السياق غير المسبوق، يعني أن جبهة مناهضة لبوتين تتشكل الآن على قدم وساق. فمن سيطلق رصاصة الرحمة على العلاقات المريضة بين واشنطن وموسكو؟ بافل سالين في بوليترو قال صحيح أن طرد الدبلوماسيين أمر سيء وغير سار للغاية، لكن البعثات الدبلوماسية الروسية في أوروبا سوف تستعاد بهدوء ودون ضجيج في وسائل الإعلام. وهذا أفضل من أن تبدأ أوروبا الآن العمل على قطع العلاقات الاقتصادية، لكن السؤال الملح هو ما إذا كانت هذه الضربة ستجهز على الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة. العالم مع تزايد احتمالات الحرب بين أمريكا وروسيا ثم مع الصين على حافة حرب كبيرة، هذا عنوان مقال لسيرجي أكسينوف في سفوبودنايا بريسا. يدركون في واشنطن جيدا أن أي مركز للسلطة يقوم على القيادة في مجالين، الاقتصاد والقوة العسكرية. لدى أمريكا هذا وذاك، ولدى كل من خصميها نصف القوة فقط. روسيا قوية من الناحية العسكرية ولكنها ضعيفة اقتصاديا، والصين على العكس من ذلك، وهكذا يكمل كل منهما الآخر. تلعب روسيا دور الحرس الشخصي للصين فيما الأخيرة تطور اقتصادها. بالنسبة للولايات المتحدة الصين تمثل التهديد الرئيس، ولكنها فعليا ستكون خطيرة خلال 10 سنوات، وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة الآن ربما تستعد لاتخاذ قرار ضرب روسيا باعتبارها الحلقة الأضعف في هذه العقدة لتتعامل مع الصين في وقت لاحق. وعلى خلفية الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري الشمالي إلى الصين، كتب ألكسندر بولافين في كارسبندنت الغرب يحشد الشرق ضده. في هذا الاجتماع أكد كيم يونغ أون على الملأ التزامه بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة، ووعد بالتوقف عن اختبار الأسلحة والصواريخ، وأبدى استعداده لتسوية العلاقات مع الولايات المتحدة. لكن الأهم من ذلك هو في الواقع ما جرى في كواليس تلك الزيارة.
على الجميع أن يفهم حقيقة أنه سيتعين على أولئك الذين يريدون تغيير شيء ما في بيونغ يانغ أن يتوجهوا إلى بكين الآن. نيكيتا سايف في سفابودنايا بريسا كتب عن بناء عالم سلافي جديد من دون روسيا. أثبتت الدول السلافية مرة أخرى أنها تنوي أن تنأى بنفسها عن روسيا قدر الإمكان وعلى طريقتها الخاصة، بالإضافة إلى بولندا وأوكرانيا اللتان كانتا دوما غير راغبتين في عقد أي شيء مشترك مع روسيا. لا تتردد بلغاريا والجبل الأسود في التعبير عن الميل نحو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لقد تغيرت عقلية السلاف بشكل عام، خصوصا في السنوات العشرين الأخيرة. كازاخستان تستبدل الأخ الأكبر وتنأى بنفسها تدريجيا عن روسيا، كتبت صحيفة برافدا الروسية. فقد رفضت أستانا مؤخرا طلب وزير الخارجية سيرجي لافروف إلغاء نظام التأشيرة الحرة مع الولايات المتحدة، وفي وقت سابق أمر رئيس الجمهورية نزار باييف بالانتقال من الكتابة بالحروف الروسية إلى اللاتينية، وحظر على الرسميين التحدث باللغة الرسمية على المرأة. في زيركا لانيديلي نقرأ إنشاء فضاء شنغن عسكري. الاتحاد الأوروبي يعرض خطة لتحسين التحرك عسكريا وسط التوتر مع روسيا، وتهدف الإجراءات المقترحة إلى إزالة مختلف العقبات البيروقراطية والتشريعية التي تزيد من تعقيد التحركات العسكرية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بنقل متفجرات أو مواد خطرة، وإلى تعديل البنى التحتية في الطرقات والسكك الحديدية لتصبح مؤاتية لنقل عتاد ثقيل مثل الدبابات. في ذات السياق قالت وول ستريت جورنال أن أوروبا إذا وقعت في نزاع مع روسيا فلن تتمكن من تعبئة سوى بضعة آلاف من أصل أكثر من مليون جندي في جيوشها، ونتيجة لاشتداد التوتر مع روسيا تعتزم الولايات المتحدة زيادة الاستعداد وضمان وصول 30,000 جندي إلى البؤر الساخنة في غضون شهر من تاريخ وضع القوات في حالة التأهب. صورة الأسبوع للرمح الأوكراني ثلاثي الشعب في ذكراها المئوية الأولى. اعتمد هذا الشعار رمزا للدولة الأوكرانية في عام 1918. الصورة مأخوذة من الحساب الرسمي للرئيس بيترو باروشينكو. فيديو الأسبوع لرجل أمريكي يعتقد أن الأرض مسطحة ويسعى جاهدا لإثبات وجهة نظره، ولهذه الغاية صنع صاروخا وطار به بنفسه وارتفع أكثر من 500 متر وعاد بمظلته حيا. مايك هيوز تمكن من التحليق عدة ثوان في السماء وحقق بذلك رغبة عظيمة استحق على إثرها لقب العالم المجنون. هنا تنتهي جولة هذا الأسبوع. شكرا لكم على المتابعة. لقاؤنا يتجدد في الأسبوع القادم.